السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف نماذج ازاي ان احنا نطلب حاجة من شات جي بي تي ويدينا اجابة قوية. ممكن تسأله وتقول له والله انا راح رحلة واعمل لي جدول للرحلة وتسكت، هتلاقي نتيجة جميلة جدا وتعجبك. لكن لو انا قلت له انا راح رحلة بحرية ومعايا مثلا اخويا ومعايا اختي ورايحين المكان الفلاني وهنقعد 5 ايام، اعمل لي خطة للرحلة، هتلاقي الخطة قوية جدا. هي دي فكرة، ان ممكن حد يطلب من شات جي بي تي حاجه فيديله حاجه اي كلام، وممكن حد يطلب بشكل اخر يديله طبعا اجابه مختلفه. طيب خلينا نبدا كده مع بعض نشوف امثله. تمام، ممكن نقول له ايه بدايه خالص، او بيقول لك كل ما تديله معلومات اكتر كل ما يكون المخرج افضل. لو هو خلص كتابه اضغط متابعه الانشاء. تمام، كانسل. يعني لو سألته سؤال ممكن تقول له متابعة الإنشاء. هنشوف مع بعض الكلام دوت مع الأمثلة. طيب خليني مثلا هطلب منه دلوقتي أقول له اعمل لي نموذج تقييم لمشروع على سبيل المثال، وأقول له انتر، هيبدأ إن هو يجاوب المعيار والتقييم والتعليقات لكل حاجة. تمام، تقدر بقى تقول له انا عايز اشتغل على شات جي بي تي 3.5 او شات جي بي تي 4. تقدر تقيم، تقدر تقول له اعمل لي اجابه ثانيه مش عاجباني الاجابه دي، تقدر تقول له كوبي او ريد الود، يبدا ان هو ينطق الكلام اللي هو كتبه. بالطبع هنا، بس الصوت بتاعه بدا يبقى قريب من الطبيعي. بالطبع هنا نموذج التقييم لمشروع سلسله ملصق يختلف كتير عن الاول. طيب ده مثلا سؤال، تعال نجرب سؤال تاني. اعمل لي خطاب توصية، يعني انا مدرس او دكتور وعايز اعمل خطاب مرجعي او خطاب توصية لجامعة من الجامعات ان الطالب ده كويس وياريت تقبله عندكم انا بزكيه. فبدأ أود أن أعبر عن تقدير العميق فرصة كتابة هذا الخطاب المرجعي لطلبة متميزة. كلام جميل جدا. يعني أنا لو هكتب خطاب هقول لهم إيه، لو سمحت اقبلوا البنت دي وخلاص هو أسكت، إنما هو عمل حاجة أكاديمية حاجة كويسة. طيب بس كده أقول له لأ، أذكر في الخطاب أنها تجيد 10 لغات وتريد الطبخ مثلا. راح كاتب نفس الخطاب وزود عليه الكلام دوت. اجابات 10 لغات مختلفة. تمام، وراح قايل لك انها بتجيد الطبخ مما يظهر تنوع مهاراتها وقدراتها على التميز في مجالات مختلفه. تمام، طيب ده مثلا مثال، تعال نشوف مثال تاني. طيب عايزين مثلا نشوف ايه اكتر مفاهيم خاطئه عند الطالب ونحاول ان احنا نركز عليها في المحاضره. في ناس بتعتقد ان المتغيرات ثابته، وده ما ينفعش. المتغيرات من اسمها فاريبل، متغيرات لازم نتغير، حاطين عشان المستخدم يحط القيمه اللي هو عايزها ويقدر ان احنا نتعامل معاها. طيب مش هندخل في حاجات اكاديميه، بس هي احنا عايزين نركز. طيب عايزين نخلي الطلبه كتابة نماذج من اعمال الطلاب. ماشي، طيب خلينا نشوف. انت كان عندك سكرتير وبتطلب منه يعمل لك حاجه معينه. تمام، فقال لك اهو الادعاء لاثبات الحجه. طيب مراجعه الكتابه غير رسميه وتحويلها الى بريد الكتروني رسمي. يعني ممكن يكون انا عندي كلام عايز اكتبه بس عايز اقوله بشكل رسمي. احنا كتبنا له نحن بحاجه الى مجموعه من الكتب المدرسيه، فهو قاعد يكتبها بقى بشكل أكاديمي وبشكل كويس وبشكل حاجات كويسة.
لو انا جالي بريد طويل فمش عارف اقراه تمام، لا اقول له ايه ممكن تلخص لي الكلام دوت، انا مش يعني مش شايف احط ايميل دلوقتي، بس هي دي الفكره ان انا ممكن اديله ايميل واقول له لخص لي الكلام دوت اهم حاجات. قال لك زودني محتوى الرساله عشان اقدر اعملها. فتخيل ان هو بيتجاوب معاك، انت ما اديتوش حاجه اصلا عشان يلخصها. ماشي طيب خلينا نبص كده حاجات اقوى بقى شويه. اكتب لي 25 فكره تقييميه نعملها في الفصل تكون حاجه ابداعيه. فيديوهات تشرح المفاهيم، مدونة إلكترونية، بقص تعليم، مسابقة كويس، قصص مصورة، عرض تقديمي باستخدام الباوربوينت أو بريزي، كل الكلام دوت. طيب ما شاء الله، اعمل قائمة مقارنة بخمس أسئلة. طيب لو لقيته لسه ممكن تقول له ايه وقف وخش بقى في الجديد. المرة دي جاوب بشكل سريع يعني. طيب عايزين نعمل لنا أجندة الاجتماع. الترحيب، طلبات المعدات، طلبات ميزانية العام، الحاجات دي كلها. طيب ممكن نديله مثلا اجتماع كبير وفي كلام كتير قوي وقول له لخصه لي. دلوقتي في تطبيقات كتير اصلا بتبقى موجوده معاك في الزوم او ميت او اي برنامج من البرامج، هو يبدا ان هو يسجل الكلام كله، يحول الصوت للكتابه، وده نوع من انواع الذكاء الصناعي سبيتش تو تكست، وبعد كده يبدا ان هو يلخصه لك ويبدا يجيب لك اهم النقاط، وتقدر تساله في الاجتماع مين اللي كان نايم ومين اللي متجاوب. حط لي مثلا هايلايت على الحاجات اللي اتقال فيها اسمي، ولو حد شتمني خلي الشتيمه باللون الاحمر، وهكذا يعني. اعمل لي خطه درس تكون ممتازه تمام. بيقول لي انت على فكره خلصت الرصيد بتاعك النهارده. ماشي طيب ننسي. طيب خلينا نروح مثلا لجيميناي. ما ده خلص مشكورا. تعالى لان هي الفكره كلها ان احنا نتدرب عليه مش برنامج معين، ممكن البرنامج ده يقف، بس احنا فهمنا فكرة البرومت ايه هو وازاي ان احنا نطلب حاجة. نخش على المطالبات التانية. شفت الحاجة بيقول لك اكتب، ابدأ بكتابة سؤال على السبورة، ما الذي تعرفه عن الإشعاع؟ وخليهم يفكروا معاك. طيب ده سؤال اهوت. تمام هو يبدأ ان هو بس بيشرح لك، مش بيغششك خلاص، لا بيشرح لك على اي اساس اختار هذا الاختيار. في تقرير للطالب باستخدام اسمه والدرجة النهائية وكل حاجة. فجاب لي حاجة شكلها جميل جدا. من ضمن الحاجات اللي كانت فاكهة اصلا في مدرسة الذكاء الصناعي دوت ان بيل جيتس قال لهم عايز حاجة متخصصة في الطب، فعملوا فعلا الحاجات دي وقدر ان هو يعدي امتحان في الطب. فسألوه سؤال ما كانش سأل قبل كده، قالوا له بلغ اب ان ابنه عنده مرض كبير وصعب علاجه وحاجات زي كده، فعمل اجابه جميله جدا ما كانوش هم نفسهم مبرمجين عليها وما كانوش متوقعين منه ان هو يقدر يواسيه بكلمات جميله. تمام كتابه رسائل البريد الالكتروني للاباء والاوصياء. طيب نيجي كده
راح منظم لي الحاجات دي كلها. انا خليني النهارده اعبر لك عن قلقي بشان سلوك تاد في الفصل بعد ظهر اليوم، حصل كذا كذا كذا، ووصف له المشكله حصلت ازاي، وبدا ان هو يتكلم معاه بشكل حلو يعني. طيب، انشاء دعم اضافي للطلاب. ماشي، طيب خلينا هيت ممكن نديله نص ونقول له ترجمه للاتيني او ترجمه لكذا لغه، يعني ممكن تقول له ترجم لي 25 لغه ما عندوش مشكله. بدأ يشرح الحاجات ويعملها لي في مصفوفه وكل الحاجات ديت. طيب، هنا انشاء دراسات حاله افتراضيه، حاجات ادفانس بقى، بدأنا ندخل معاه في حاجات ايه تكون ادفانس شويه. فبدأ انه يجاوب. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط وطبق، وربنا يسهلك خير ان شاء الله. لو في اي نصايح ليا يا ريت تكتبها لي في التعليقات.